اشتغل هنا بدي اشتطلق اشتئر اشتطلق بسري محلاش زوجتك ابنتي ابنتي الحرة الحرة العفيفة العفيفة نجود نجود قلت اليوم بنت المحكمة تفشي الطلاق المشكلة أنا مش عارف إيش أعمل لها ما فيش قانون في البلاد يمنع الزواج المبكر وأنا عندك المال وعدكم في بيت كامل حاجة الله يبارك فيك خاطرك يا عم بنات كثير تزوجوهم صغيرات بس ولا واحده منهم اجت تطلب الطلاق في المحكمه بس موضوعك صعب وملفك شائك ما بقدرش اضمن لك انك تنجحي بالقضيه هي قومي قومي دوري او تولرت عندك هذا البنت ما رب واهلها جاي تسمع بينها بقريتنا ما قدرت بايديني اشتريت جسندي بس هذا زوجش ولا حق في شيء حبيبي ايوه رقت معاه مرتي فيها شيء يعني اعترفت انك دخلت عليها وهي قاصر؟ انا زوجت وهاب بموافقة ابوها. قولوا لي ما هي الجريمة اللي فعلتوها؟ اسكت قولوا لي ما هي الجريمة؟